بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو على اليوتيوب وهو للأستاذ والمبدع والعبقري محمد وحيد الفنان الذي رأيت فيه خمسة عناصر أو خمسة شخصيات مهمة لكل فيلم ولكل مسرحية وكل عمل فني، لكن أنا أتحدث وأتكلم عن الفن الإذاعي المسرحي وعن الفن الإذاعي الغنائي والفن الإخراج والكتابة أيضا الإذاعي. ستكون هناك أكاديمية للأستاذ محمد وحيد الفنان محمد وحيد، أكاديمية في الإخراج في التمثيل في الغناء وأيضا الاسكتشات نحن نعمل سويا على إنتاج رواية له وهي مليئة بالقصص، قصص اجتماعه مع فنانين أو مع فنانين الماضي والمستقبل. ستكون الرواية زمنها من عام 1980 إلى 20-30، يعني مدتها 50 سنة. هذا الفنان قابل زمرة من الفنانين أمثال محمد الموجي ومحرم فؤاد وكانوا أساتذة له، ولديه الكثير من القصص الواقعية. لذا ستكون هناك له قناة في التليجرام وأيضا في اليوتيوب، وتشاهد في هذا الفيديو حسابه في اليوتيوب و
ومعلومات مهمة جدا، مثل الإيميل حق جيميل. لما هذه النار لما هذه النار التي أشعلتها ما زادها عرقا بالنار قلبي إن قلبي قد حوى لو لم يكن لو لم يكن يحويك قلت وأنت تحرق مفدا لو لم يكن يحويك قلت وأنت تحرق مفدا وممكن تجد هذا الفيديو أو فيديو أقصر أو أطول. طبعا هنا جدول العمل، فهناك بث مباشر كل ثلاثاء وأربعاء، ويوم الثلاثاء من كل أسبوع سوف يتم التحاق المشاركين في بث الأربعاء وإعطائهم فرصة لكي يسجلوا أصواتهم مشاركاتهم. طبعا هناك مدة 16 دقيقة، لكل من يريد أن يشارك، إما بإذاعة نص قصير، وهناك أيضا تصويت من الجماهير، أو أغنية، أو نص مثلا لأغنية، شرط أن تكون من الفلكلور، فلكلور يعني شعبي ماله مؤلف، قصيدة، يريد أن يبرز مهارته مثلا في تقليد بعض الممثلين بالأصوات، أي مشاركة. طبعا سنرتب معه بعد تسجيله والاتصال به ليكون جاهز يوم الأربعاء ويكون في البث المباشر، يتم تحويل الميكروفون للمقدم، مقدم الفقرة، فقرة نسمع فنان. طبعا لو كان الفنان من الرجال هناك مذيع يقدم هذه الفقرة، لو كان من السيدات هناك مذيعة يحول لها الميكروفون لتقديم الفقرة. وهناك أيضا دعم
من الأستاذ محمد وحيد بتعليقه على الفقرة، وهناك أيضا تصويت، وهذه في قناة عامة ومشاركات عامة، وممكن يتم الاتصال ببعض المرشحين لأخذ الدورة وجدولتهم في الدورة اللي هي 4 أيام 5 ساعات في اليوم. بالنسبة للنساء أو السيدات لو كانوا من بعيد سيوفر لهم سكن، ومجرد يدفعوا قيمة السكن. بالنسبة للرجال نفس القيمة، طبعا ممكن تعادل 800 جنيه، بس هم يدبروا سكنهم، لأن السكن بس للسيدات. عرضنا في هذا الفيديو على اليوتيوب معلومات عن اليوتيوب، إن شاء الله في نفس الفيديو في الوصف نضع لكم الرابط للقناة على اليوتيوب، وأيضا المجموعة العامة على اليوتيوب على أقصد التليجرام، الرابط للتليجرام والرابط للقناة التليجرام اللي هي القناة الإذاعية لبث الأربعاء، وأيضا لبث الثلاثاء المجموعة العامة. شكرا، نلقاكم في الفيديوهات الحقيقية، مشاركة فقرة نسمع فنان. كان معكم المهندس عادل رئيس فريق مجلة جاج في ام، وهي مجلة صوتية. Yeah.